تعليم مطروح تواجه تحديات التسرب من التعليم بالتوعية. تنظم مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح ورش عمل لمواجهة التسرب من التعليم بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الصحة والمجلس القومي للسكان. وقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن ورش العمل تقام تحت عنوان اتعلم اتحصن، وتهدف إلى التوعية بأهمية العلم والتعليم وخطورة ظاهرة التسرب من التعليم وبحث الأسباب التي تؤدي إليها وكذلك سبل مواجهتها.